السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الطالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع التيست 14، التيست الرابع عشر. أول سؤال هيقابلني سؤال الليسننج، هنستمع لنص الاستماع وبعدين هنختار الإجابات الصحيحة. نص الاستماع بيقول: The ancient Egyptians used boots and bowls for making food such as bread. These objects were made of clay which came from the river Nile. While some people were mixing ingredients for bread in bowls, other people got into the bowl and used their feet to mix the ingredients. يبقى أول سؤال بيقول إزاي not Egyptians used boots and bowls for making food. يبقى القدماء المصريين استخدموا الأواني عشان يصنعوا الطعام. Clay came from the، طبعا الصلصال ده بيجي من الريفر نايل اللي هو نهر النيل. Some people were mixing ingredients for not in bowls. بعض الناس كانوا بيخلطوا مكونات للخبز في الأواني. Other people got into the bowl and used their feet to mix the ingredients. بعد كده هيقابلني السؤال الثاني، سؤال الدايلوج. الدايلوج بيتكلم على حوار بين الطالب والمدرس. A student is asking his teacher، الطالب بيسأل المدرس بتاعه about the weather in Egypt، عن الطقس في مصر. فالطالب بيقول له how is the climate in Egypt، هو الطقس عامل ايه في مصر؟ فالمدرس هيقول له Egypt has a dry climate، يبقى مصر فيها طقس جاف. Are all areas in Egypt dry؟ هل كل المناطق اللي في مصر جافة؟ طبعا هو مش كل المناطق، هي بتبقى أكثر جفافا موجودة فين؟ في الجنوب وفي الصحاري. But it is drier in the south and in the deserts. لكنه أكثر جفاف طبعا في الجنوب وفي الصحراء. طبعا الطالب مش فاهم الكلام ده، فهيقول له What does this mean؟ ماذا يعني هذا؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ فقال له هذا يعني There isn't much rain، إن كده مفيش مطر كتير. الطالب بعد كده هيقول للتيتشر سؤال، فهيقول له Egypt is also hot. يبقى هيقول له What else؟ ايه تاني اللي انت ايه عايز تضيفه؟ Do you want to add؟ ايه تاني انت عايز تضيفه؟ فهيقول له مصر كمان حارة. Is Egypt hot all the time؟ هل مصر حارة طول الوقت؟ طبعا هي مش حارة طول الوقت. No. It isn't. هي مش حارة طول الوقت. ممكن أكمل لو عايز أكمل وأقول له إيه؟ It is hotter today than it was. هي النهاردة حر أكتر ما كانت. It was 60 years ago. يبقى النهاردة جوها أحر مما كانت عليه من 60 سنة مضت. بعد كده هيقابلني سؤال الكومبريهنشن. Computers are important for us today. الكمبيوترات مهمة لينا النهاردة. 30 years ago computers were huge machine. من 30 سنة الكمبيوترات كانت آلات ضخمة and cost so much، وبتتكلف كتير جدا. However, today there are millions of cheap computers in offices and homes across the world. ومع ذلك في النهاردة ملايين من الكمبيوترات الرخيصة اللي موجودة في المكاتب والبيوت في العالم. Computers are connected to the shops. الكمبيوترات بتتصل بالمحلات, banks والبنوك, offices المكاتب and schools والمدارس. Computers are now used in banks to store information about people's money. النهاردة احنا بنستخدم الكمبيوترات في البنوك عشان نخزن المعلومات عن نقود الناس. At home and at factories.
The internet allows people to communicate with anyone around the world. والإنترنت بتسمح للناس إن هم يتواصلوا مع بعض حول العالم in seconds في ثواني. Most books are now made with the help of computers. معظم الكتب النهارده كمان بتتعمل أو بتصنع بمساعدة الكمبيوتر. Computers are useful to our education. الكمبيوتر ده طبعا مفيد للتعليم بتاعنا. Even doctors use computers to help them examine their patients. حتى الدكاترة بيستخدموا الكمبيوتر عشان يساعدهم يفحصوا مرضاهم. We can say that we use computers in everything. ممكن نقول إن إحنا بنستخدم الكمبيوتر في كل شيء. In our daily life, في حياتنا اليومية. السؤال الأول بيقول لي what is the main idea of the passage؟ طبعا هو بيتكلم على الكمبيوتر واستخدام الكمبيوتر، فهقول له in computers are used in everything. يبقى الكمبيوترات دي تستخدم في كل شيء. In our daily life، في حياتنا اليومية. How does the internet help people؟ ازاي الانترنت بتساعد الناس؟ يبقى it allows people، هي بتسمح للناس to communicate، ان هم يتواصلوا communicate with anyone، مع اي شخص around the world in second، حول العالم في ثواني. Do you have a personal computer؟ انت عندك كمبيوتر شخصي؟ يبقى هيقول له طبعا ما فيش حد النهارده ما عندوش كمبيوتر، يبقى yes I do، نعم افعل. بعد كده اللي choose computers are used in، الكمبيوترات بتستخدم في not to store information about people's money، عشان نخزن عليها معلومات عن اموال الناس، يبقى الكلام ده فين؟ في البنكس، في البنوك. In the past computers were very، في الماضي الكمبيوترات دي كانت very ايه؟ كانت very big، كبيرة جدا. In education computers are useful for، في التعليم الكمبيوترات دي مفيدة لـ students، للطلاب. الـ vocabulary والـ structures. السؤال الأول بيقول لي would you like to give money to our، هل أنت تريد أو تحب أن تعطي نقود لأور شاريتي، للجمعية الخيرية بتاعتنا. I not to smoke when I was young، يبقى I didn't use to smoke، لم أعتد على التدخين عندما كنت صغير. Who was talking to you when I not you last night؟ مين كان بيتكلم معاك لما أنا إيه؟ لما أنا شفتك الليلة الماضية، when I saw you. طبعا أنا عندي when قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط تصريف تاني للفعل. Changes in the climate are due to، التغيرات اللي هي موجودة في المناخ دي سببها ايه؟ سببها طبعا البلوشن اللي هو التلوث. My mother likes to read magazines، نقعد the sofa in the morning، يبقى والدتي بتحب انها تقرأ مجلات على الكنبة او الاريكة في الصباح. Yesterday I had not at the beach، it was great، بالأمس أنا استمتعت على الشاطئ وده كان عظيم، يبقى I had fun. Is an open shop on the street where people cook and sell food، محل مفتوح في الشارع للناس يقدروا إن هم يطهوا ويبيعوا الطعام، يبقى ده اسمه food stall، كشك الطعام. The teacher asked us to do a not on air pollution، يبقى المدرس طلب مننا إن احنا نعمل مشروع project عن تلوث الهواء. A lot of doctors and nurses are not in this charity، they work for free، يبقى العديد من الدكاترة والممرضين متطوعين في هذه الجمعية الخيرية وهم يعملوا مجانا. The boy is not helped the turtle was happy it was safe، يبقى الولد اللي ساعد السلحفة كان سعيد انها بقت بأمان، يبقى الولد ده عاقل، يبقى هنقول who helped. What not you doing when I called you؟ يبقى what were you doing؟ ماذا كنت تفعل عندما اتصلت بك؟ يبقى what were you doing؟ ماضي مستمر.
You not wear sunglasses and a hat on a sunny day. يبقى you should. لابد أن ترتدي نظارة شمس وقبعة في اليوم المشمس. I not drink. I'm not thirsty. أنا مش عطشان. يبقى I don't have to drink. The trainer is not, I both wear nice. يبقى بيقول له ان الحذاء الرياضي اللي انا اشتريته يبقى which I both wear nice كان لطيف. وبكده يكون خلصنا معاكم التيست الرابع عشر، ونشوفكم ان شاء الله في التيست الخمستاشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.